بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا بحضراتكم في يوم جديد، يوم متميز. النهاردة نتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. بصوا معايا هكلمكم على ايه النهاردة. بصوا يا جماعة، هذه الشجرة اللي قدام حضراتكم المثمرة اللي بتحتوي على ثمرة البيبينو اللي قدام حضراتكم، تصوروا ان عمرها قد ايه، هذا العمر بتاع الشجرة دي قد ايه. والله يا جماعة هذه الشجرة عمرها لا يتعدى شهر، لسه ما حصلتش الشهر، هي ودي كمان عمرهم ما تعداش الشهر لسه، وعندي شجرة مثمرة. هو ممكن ينفع تحصل على شجرة مثمرة بعد شهر او اقل من شهر؟ اه طبعا ينفع، وتعالى هوريك ازاي. حاجة دي مهمة جدا يا جماعة للاخوة اللي بزرعهم، كنت اتكلمت على الحاجة دي قبل كده وطريقتها. بصوا حضراتكم هذا الترقيد اللي انا عامله، حضراتكم شجرة داخلة من هنا وخارجة من الناحية التانية، ونفس الوضع في ترقيد هنا كمان. تعالوا اوريكم لو انت عايز تحصل على شجرة مثمرة بهذا المنظر ان شاء الله، لو الشجرة حتى فيها ثمار هتحصل على شجرة مثمرة على طول. بصوا يا جماعة انا مرقد الشجرة، بصوا في ثمرة هنا اهي ومرقدها هنا اهيت، وان شاء الله الثمرة دي هتكبر معانا. هوريكم في التتالي بتاع الفيديو وازاي بنفصلها عن الشجر الام ونزرعها، خليكم معايا هتشوفوا ان شاء الله هنعمل الكلام ده ازاي. بص يا سيدي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك هتجيب لي علبه شفافه زي دي كده، مش هتجيب علبه معتمه زي دي. انا مش عايز علبه تكون مقفوله يا جماعه، انا عايز علبه تكون شفافه اقدر اشوف اللي جواها. العلب دي صعب ان انت تشوف اللي جواها شويه. بصوا يا جماعه ده بلاستيكها صعب، حتى لو شلت اللزق ده مش هتشوفه برضك. العلب دي كده صعب ان انت تشوف اللي جواها، شايفين يا جماعه دي بلاستيك معتم كده كده انا مخرم من جوه. بصوا حضراتكم بردك العلبه دي اساسي عندي التخريم عشان عمليات الصرف، اساسي عندي التخريم عشان عمليات الصرف، وبجيب العلب. هتلاحظوا حاجه ان انا عامل من هنا فتحه، بصوا يا جماعه قصادها نفس الناحيه الثانيه فتحه زيها. حضرتك بتعملها بمقص، تعملها بسكينه اللي يناسبك، هتعمل الفتحتين دول وهقول لكم فايدتهم ايه. وما ترميش القطع البلاستيك اللي انت بتقطعها، عشان هقول لك بردك هتعمل بيها ايه دلوقتي. القطع اللي انت حضرتك قطعتها وقصتها هتفيدك في حاجات مهمه ديت، هتفيدك في حاجات مهمه دلوقتي. المهم هنرجع للتراب بتاعنا، كنت عملت مع حضراتكم فيديو عن التربه المثاليه وحضراتكم شفتوا ازاي بنعملها. هنملى العبوه بتاعتي، بس يا جماعه مش هنجيب لحد الاخر خالص، انا يا دوبك بس هجيب ايوه كده، او يعني على شويه صغيرين اقل من الفتحه اللي انت عاملها بشويه. خليك معايا عشان هتعرف ازاي هتحصل على شجره مثمره في وقت قياسي ما يتعداش شهر يا جماعه. وقدام حضراتكم هتشوفهم وهنقصها ونعملها ازاي زي ما شفنا في اول الفيديو. تمام يا جماعه، انا جهزت دلوقتي التراب، هتلاقي التراب عندي غالب عليه الرمل. هنروح لعند الشجره واوري لحضراتكم هنرقدها ازاي ترقيد ارضي، واوريكم ازاي هتحصل على شجره بعد كده. طيب انت كده عبيت الشرب لما للنص يا جماعه، وخليكم معايا عشان المرحله دي مهمه جدا. جبت علبه التراب اللي انا معبيها يا جماعه معايا، معبيها لما لحد القطع اللي انا عامله تقريبا. هجيب اتخير احد الفروع القريبه من سطح الارض، القريبه من الارض يا جماعه، مش هشيل منه اي براعم خالص، انا مش هشيل منه اي براعم، وهحط ديت ارفع العبوه بتاعتي باي شكل يناسبني، وهحط الفرع بشكل يكون مرتاح فيه. ويا جماعه مش هقطع منه اي فروع خالص، وهحط الشرب دلوقتي. وافتكروا بس ان انا قلت لكم في قطع البلاستيك اللي احنا عملناها قطعناها يا جماعه، مش هنرميها ليه، هحط دي هنا كده، هقفل بيها الفراغ ده عشان انا مش عايز التراب يطلع بره العلبه بتاعتي، وحضراتكم هنروي بعد كده عشان الميه ما تخرجش. هكمل التراب لحد ما اغطي الساق اللي انا عامله بس يا جماعه كده. تمام، هذه المرحله هتاخد معايا 20 يوم بالتمام والكمال. طبعا هروي لسه، هجيب الميه بتاعتي واكمل ري، وهدي ري غمر، اتاكد ان جميع الجذور دي وصل لها ميه لحد تحت، وهتاخد معايا 20 يوم وهيبقى عندي شجره بفضل الله مثمره. طيب حد يقول لي الفرع ده ممكن يطلع لاي سبب من الاسباب؟ بصوا حضراتكم انا جايب ايه، بصوا حضراتكم كده الفروع ديت بتاعه شجره بتنجان قديمه ناشفه عندي. انا عشان اتاكد ان التراب بتاعي ده مش هيفز من على الفرع،
اجيب فرع زي ده كده حضراتكم، ده على شكل 8 كده، وهاجي من هنا كده هضغط بيه الساق اللي انا زرعه كويس قبل ما اروي يا جماعه، الاول قبل ما اروي عشان المروي اتاكد ان هو واخد الساق بتاعي كويس جواه اهوت، وبعد كده هروي ويجي عليه تراب ما يجيش مش هتفرق معايا، الفرع ده هيستمر معايا وهيخلي الزرعه ماسكه بشكل جامد جدا، مش هتطلع بسهوله خالص من مكانها. تمام يا جماعه؟ هجيب الميه واوري لحضراتكم. نيجي لاهم مرحله بقى يا جماعه، اللي هي ان انا هروي هذه الترقيده اللي انا عاملها، ده يا جماعه اسمه ترقيد ارضي، هتحصل على شجره مثمره، مثمره زي ما انا قلت يا جماعه، بعد 20 يوم بالتمام والكمال مفيش مشكله خالص. انا هتاكد ان الميه وصلت لما الاخر العبوه اللي انا زارع فيها، انا عايز الساق بتاعتي ده يا جماعه، التربه الشفافه دي شوفوا الميه نازله بقت باينه قدامي، بعد 15 يوم بالظبط هتلاقي العبوه دي امتلأت تماما بالجذور، حضرتك هتنقلها وتبقى شجره جديده، اسرع شجره ممكن تزرعها في العالم او في حياتك، ممكن تحصل منها على ثمار ايا كان. هذا الترقيل الارض يا جماعه ينفع معاك في شجر العنب، كتير مننا بيعملوه، اسمه طرحات، طرحات للعنب، بيعملوا للرمان، بنعمله لاي شجره بيطلع منها سقان بتكون قريبه من سطح الارض. تمام يا جماعه كده؟ انا اتاكد ان التراب ده كله تشبع بالمياه، هرويه واحده واحده مش هتفرق معايا، هديله ميه حبه بحبه لحد ما الميه توصل لتحت وحضراتكم هتشوفوا هتبقى عامله ازاي. طيب انا نزلت بقى الفرع يا جماعه، الفرع اللي انا مرقده اهو، خدوا بالكم خدوا بالكم يا جماعه، الفرع ده في ثمار داخله على اكتمال النضج، بصوا الثمار قد ايه يا جماعه، انا مرقد فرع هنا اهوت، مرقده اهو هنا اهو، جاي من الشجره الام اهوت يا جماعه، وهنفصله مع بعض ان شاء الله لما يكتمل الجذور دي، هتشوفها من هنا بعد كده، هناخد فترتنا وهتلاحظوا ان الفرع ده حضراتكم فيه، شوفوا الثمار قد ايه، لاحظوا بس الفرق، وان شاء الله هنسيبها 15 يوم مش هنكمل 20، وهتشوفوا حجم الثمار اختلف قد ايه، نوع الخضار اللي في البرعم ده اختلف قد ايه، ده كان مترقد بقاله فتره قبل ده بشويه، حضراتكم هتشوفوا ازاي. انا هذه الطريقه متبعه بكتير في عبوه تانية ورا اهي يا جماعه، ان شاء الله هتشوفوا حضراتكم كذا عبوه مرقده بهذه الطريقه، وهنفصله مع بعض واوريكم ازاي تحصلوا على نبات مثمر بعد زراعته ب 20 يوم بالتمام والكمال. تابعونا هتشوفوا ان شاء الله كل جديد. وبعد مرور 15 يوم النهارده كده يا جماعه، النهارده وصلنا ل 15 يوم من الترقيد اللي كنا عاملينه، وهذا الترقيد الارضي كنتوا حضراتكم شفتوني وانا بعمله لهذه النباتات، عملت كذا نبات، شوفوا حضراتكم الجذور بفضل الله تواجدت في الشاليه، يعني دليل على ان الشجره بتاعتنا اصبحت جاهزه للنقل. حضراتكم كنت شفتوني وانا زارع هذه الشجره وهي فيها ثمار، بصوا حضراتكم دي الشاليه دي لسه الجذور فيها بس ما بداتش بشكل كبير زي الثانيه، الجذور اهيت حضراتكم لو هتشوفهم الجذور اهيت، في جذور جواها يعني ممكن ننقلها وممكن نصبر عليها شويه. انا قلت لحضراتكم ان انا زارع دي بالثمره بتاعتها اهيت، زارع دي كمان فيها طرح، بصوا حضراتكم، وقلنا ان حضرتك ممكن تنتج شجره طرحه في خلال 15 او 20 يوم بالكتير. حضراتكم هذه الشجره خلاص اصبحت جاهزه للنقل، هنعمل لحضراتكم بعد المرحله اللي فاتت، انت دلوقتي هتنقل الشجره دي وهتبقى طرحه معاك، وهتلاحظ ان البراعم الجديده اصبحت ظاهره اهيت عن الشجره الام كمان، ده البيبينو اللي هو جديد الدوره الجديده يا جماعه اهيت. ان شاء الله هنعمل ايه احنا بقى دلوقتي الاجراء القادم، هنفصل هذه الشجره عن الشجره الام، بصوا حضراتكم هنيجي هنا من بعد خصله كده، شوفوا حضراتكم كويس، انا دي الشجره اللي ام اهيت اللي انا واخد منها الفرع بتاع الترقيد، وده الفرع بتاعي اللي انا زرعه بره اهوت حضراتكم في طرح، هقوم جاي من هنا كده حضراتكم وهقوم قاطع بمقص حامي، خلاص اصبحت هذه شجره جديده تماما، حضرتك جاهزه لزراعتها، هناخدها ان شاء الله وهوريكم هننقلها ازاي. بصوا يا جماعه الشجره ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفين شجره في عمر 20 يوم للمرحلة النهائية بقى يا جماعة، احنا خلاص جبنا الشاليتين وجهزناهم، ما عليك الا ان انت هتجهز
الاماكن اللي هتزرع فيها هذه التربه يا جماعه، اللي عايز يعرف مكوناتها المثاليه انا عملتها في تجارب قبل كده مع حضراتكم ووريتكم ازاي بنكون تربه مثاليه، وهعمل لحضراتكم بردك فيديوهات تباعا اوريكم ازاي يكون عندك تربه ممتازه بنسبه 100%. لو حضراتكم عايزين تعرفوها ممكن ترجعوا لفيديوهاتنا. بصوا يا جماعه الشجره، هذه الشجره مثمره تماما بعد 20 يوم من الزراعه. الثمره اهيت يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ودورها اهيت يا جماعه، وهطلعها قدام حضراتكم عشان تشوفوا هنعمل ايه. حضرتك هتجيب الشاريه دي كده، حضرتك زي ما اتعودنا في ان احنا بنطلع الشاريه، حضرتك هتقوم قالب الشاليه كده، بس ما عليك الا ان انت هتخبطها خبطتين صغيرين في حرف اي اناء عندك. بصوا يا جماعه بكل سهوله خالص، فضت فضت اهي تماما. انا كنت زارع في تربه يغلب عليها الطابع الرملي، انا هشيل بقى الحاجات اللي انا كنت حاططها دي. تمام كده يا جماعه، تمام كده اهيت خلاص. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الشاليه الشجره اللي انا كنت زارعها بقت عامله ازاي اهيت. الشجره ثمرتها اهيت معايا اهيت يا جماعه. بصوا حضراتكم الجذور، شايفين الجذور؟ جذور قد ايه يا جماعه؟ دي 20 يوم بس يا جماعه، دي عمرها 20 يوم بس، شجره مثمره عمرها 20 يوم بس. انت ما عليك الا ان انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتحط الشجره دي حضرتك في المكان اللي انت هتزرع فيه بصفه دايمه، ما تخافش بقى خلاص، هي جذورها بقت قويه جدا، فهتحطها بشكل مستقيم كده براحتك زي ما انت عايز، وبعد كده ممكن تبقى تحط لها باي شكل انت عايزه الشرب بتاعك. تمام؟ حضرتك نفس الوضع ده كده، هتقوم نفس الشجره اهي يا جماعه بردك نفس اللي انت عملته مع الثانيه، هتقوم خابط خبطه صغيره خالص. انا زارع في تربه معظمها رمليه يا جماعه، بصوا للمره الثانيه اهي يا جماعه، بصوا شايفين الجذور يا جماعه؟ شايفين نموات الجذور حوالين الشجره، وشايفين قوه الشجره اللي طالعه جديده اللي عامله ازاي؟ الشجره دي هتثمر بردك يعني 10 ايام بالكتير هيكون فيها ازهار وثمار. شايفين يا جماعه الجذور عامله ازاي؟ هحطها هنا كده ان شاء الله بردك، بس كفايه كده، وهحط حواليها الشرب. تمام؟ جبت بقيت شرب عشان اكمل حوالين الشجره اللي انا، بصوا يا جماعه الشجره المثمره للمره الثانيه والثالثه، بعد 20 يوم عندك شجره مثمره في سطحك في ارضك، هتحصل على شجره مثمره في وقت عمرك ما تتخيله ولا تتصوره. التربه يا جماعه للمره الثانيه والثالثه، اللي عايز يعرف مكونات التربه المثاليه اللي احنا كنا عاملينها ومكونينها مع حضراتكم يرجع لفيديوهاتنا، هتلاقي حضراتكم احنا بنعمل تربه مثاليه ازاي صالحه لجميع النباتات اللي حضراتكم بتشوفوها قدامكم دي، وبفضل الله نجح فيها معظم او كل النباتات ناجحه فيها بنسبه 100%. تمام كده انا غطيت الجدر بتاعي تمام 100%، اسيب بيني وبين الحافه حوالي 3 سم بس، البراعم دي انا محتاجها. جماعه شايفين الصف دي ان شاء الله هنربط لها شداد دلوقتي وهنوقفها، اصبح عندك شجره مثمره. نفس اللي عملته هعمله مع الشجره الثانيه. هتلاحظوا يا جماعه ان انا كنت شاتل في وعايا معظمها يغلب عليه الرمل، يعني الرمل كان نسبته اكتر في الشتل. هحط لها سماد دلوقتي؟ لا، مش لازم سماد في اول 15 يوم، على بس ما الجذور تشد، لان لسه النموات الجذريه بتاعتها مش بالقوه اللي تستحمل في اضافه اي سماد ايا كان. بعد ما اضفت الميه يا جماعه وغطيت الجذور اللي انا حاططها بشكل كويس، هبدا اعمل ايه؟ هجيب الميه بتاعتي، بصوا يا جماعه، وهروي ريه غمر حوالين الجذور اللي انا زرعتها، ريه كويسه يا جماعه. الثمره بتاعتي اهي يا جماعه للمره العاشره، ثمرة بعد 20 يوم من الزراعة، وتحصل على ثمرة عندك على سطحك من شجرة قديمة هتجدد شجرتك. هتبص تلاقي عندك شجرة على طول، وشجرة قوية وتحمل نفس صفات الأم، وأفضل كمان يا جماعة، هتديك نمو أفضل. وعن تجربة سابقة إن هذا الترقيد يعطي شجرة أفضل من الشجرة الأم. كده حضرتك وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم حضراتكم صدقتم إن أنا ممكن يكون عندي شجرة مثمرة، شجرة مثمرة بتدينا ثمرة بعد 20 يوم يا جماعة من الزراعة بالتمام والكمال. وده تعتبر حاجة برضك لحضراتكم
لو حضرتك عايز تزرع بهذه الطريقة هتستفاد منها بشكل كبير. يبقى انا كده اهوت اهوت خلصت زراعه تمام عند شجره اهيت، هدق لها بقى وقف جنبها كده وهغرز لها حاجه عشان تعمل. هي الشجره دي كمان 10 ايام هتلاحظ بقى ان النمو ده هيزيد جدا وهتبقى اقوى من كده بمراحل. شجرتين عندي يا جماعه همت، بعد 20 يوم بعد 20 يوم بالتمام والكمال حضرتك عندك شجره طرحه اهيت، شجره طرحه للمره الثانيه والثالثه يا جماعه. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده المهم جدا جدا جدا. اتمنى ان يكون انا بقدم لحضراتكم معلومه مختلفه ومعلومه قيمه حضراتكم بتستفادوا بيها في زراعتكم على اسطحكم او في جناينكم او على الحدائق بتاعتكم في الارض المستديمه. حضراتكم شايفين انا بتجول معاكم بوريكم حضراتكم هذا البلاك بيري ما شاء الله ثمار بحجم فاميلي سايز. ان شاء الله قادم الى حضراتكم فيديو بردك عن هذا الانتاج على السطح عشان اوري لحضراتكم الانتاج بتاع البلاك بيري عندي على سطحي وازاي حصلت عليه على الانتاج ده المتميز ده. ان شاء الله رب العالمين انتظروا فيديو متميز في هذا المجال. لو حضرتك اول مره تسمعني انا احمد وحشيش في قناتي ارضنا على سطحنا، يا ريت اشترك معانا في قناتنا وتنورنا وتشرفنا. ولو حضراتكم من متابعيني الاعزاء يا ريت تدعمونا باللايك الجميل وتشيروا الفيديو ده يا جماعه عشان نرفع هذا الفيديو وهذا المحتوى لكل محب زراعه اسطح اللي عايز يستفاد من هذه التجربه. شاكر لحضراتكم حسن استماعكم واتمنى تكونوا حضراتكم استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.